تيريزا مي، ثاتشر ثانية مع وقف التنفيذ. كما خاضت ثاتشر حرب إصلاح الاقتصاد الموجعة، تخوض مي معركة الانفصال عن أوروبا، ولو أنها لم تكن معركتها في الأساس. عصفت بها ضربات الزعماء الأوروبيين، فليس من مصلحة أحد منهم أن تنجح السيدة التي تقود الانفصال. لكنها تحدت، ردت، وواجهت. I have always said no deal is better than a bad deal. Throughout this process, I have treated the EU with nothing but respect. The UK expects the same. مسيرتها السياسية في البلاد طويلة وحافلة. على مدى 100 سنة لم تستطع أي شخصية بريطانية الحفاظ على حقيبة الداخلية لهذه الفترة الطويلة. بعد الداخلية باتت مي زعيمة حزب المحافظين البريطاني، ودون الكثير من التخطيط باتت رئيسة الوزراء مع انسحاب ديفيد كاميرون من دفة القيادة. وصفت آنذاك بمرشحة العقل، وكتبت تيليغراف عنها أنها النجم الصاعد. ظهرت بمظهر السقور عندما دفعت باتجاه ترحيل أبي قتادة وإبعاده إلى الأردن، وظهرت خاصة كمرأة صلبة لكن واقعية وبراغماتية. مي الصلبة في معترك السياسة، امرأة أنيقة تحب الأحذية الباهظة الثمن والفريدة، وتعشق الطبخ، وأكثر ما يميزها صراحتها الجريئة.